دن حزب العدالة والتنمية 99، الأصالة والمعاصرة 80، الاستقلال 31، الأحرار 30، الحركة الشعبية 21، الاتحاد الدستوري 16، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14، التقدم الاشتراكية 7، حركة الديمقراطية الاجتماعية 3، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين. وأعيد أن هذه النتائج لا زالت مؤقتة، لأن لحد الآن تم فرز فقط، ماشي فرز ولكن توصلنا بالنتائج فقط تهم ما يفوق 90% ديال الأصوات. لأنه يوم انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها. حزب العدالة والتنمية اليوم بعدما ترأس الحكومة لخمس سنوات، بعدما قام بالإصلاحات التي قام بها، بعدما قام بالإنجازات التي قام بها، بعدما اهتم بميزانية الدولة والملفات العالقة والشائكة كالتقاعد والإضرابات العشوائية وغيرها، واهتم بالمقاولة واستطاع أن يخرجها من أزمتها، وكذلك بعد أن اهتم بالفئات الهشة كالمطلقات والأرامل والطلبة والتلاميذ وإلى آخره، بعد أن استطاع أن يحقق التغطية الصحية للآباء وما إلى ذلك من الأمور، بعد كل هذا اليوم الحمد لله الشعب المغربي جاز حزب العدالة والتنمية بالتصويت لصالحه بكثرة. لأن الضيف عنده أولوية، أعطوا الضيف الحق.